انا محمد عمر ديالي 30 سنه، ساكن هنايا في النواحي ديال سينما سعاده والسعاده والحي المحمدي. والراي ديالي في القضيه ديال دنيا باطمه بان داك الشيء كيبقى على حكم القضاء والمجرى ديالو، ولا كانت شي حاجه كدان باهيه ممكن نقولوا هذاك الحكم اللي قالوا فيها يمكن تساهلوا هادشي اللي بان لي انا. وبالنسبه لك انت ولد هذا الحي اللي كبروا فيه ناس الغيوان، كنتي على معرفه بالعائله ديالها؟ كنت معرفه بالعائله ديالها، وكنتبعوا حنا هادشي ديال ناس الغيوان، المشاهب، سهام، يعني كنتبعوا التراث هذا حيت من قديم هو كاين هنايا، كانت سنتولي. ولكن على حساب هادشي ديال سناب شات والمواقع التواصل وهادشي مابقيتي كتفهم والو، ومع هادشي اللي وقع وهادشي الصراحة تصدمنا فيها، ما كناش عارفين حنايا هادشي غيوقع بصراحة. هادشي اللي كاين يعني ما كنتوش كتوقعوا بأن العقوبة توصل لهاد الحد؟ لا، ما كنتش كنتوقع بأن هاد العقوبة غتوصل لهاد الحد، ولكن ملي كيكون القانون وكيكون فيه الحيتيات ديالو وهادشي كامل كنقولوا حيت القانون هو فوق أي حاجة، فهمتيني؟ حيت ملي كيكون التحقيقات وداك الشيء كنقولوا حنا القانون كياخذ المجرى ديالو. أنا من أبناء الحي المحمدي القدام، إلا غادي نهضر على دنيا، أن غادي نهضر خصني انا نعرف انني غادي نتكلم على ما يمكنش، على ماشي باطمه، بطيمه ديال الفن، بطيمه. هاد العائله ناس محترمين لدرجه ما كتصوريش على بالك، وهذيك البنيه خطا بسيط انها الظلمات كثير. هاد الاعلام زعما شوهها، ما احترموش معايير ديال الفنانه موعوده. هذيك راه من الا بغيت نقول لك انا راه خدت لافالور ديال سعد المجرد كيف غنقولوا، وظلموها كثير. علاش؟ كانوا يراعيوا على الاقل الرشيد الحميد اللي باها، العربي السي محمد الله يرحمه، لهاد البطيمه اللي قلت لك، بطيمه ديال الفن واللي عطات لك كثير لهذا الحي المحمدي، واللي كنعرفوا عليهم حنا اللي كبرنا معاهم 30 عام و40 عام انهم ناس طيبين لدرجه ما كتصوريش على بالك. خاصك تعرفي، لو كون عرفتي كاعلامي انت وجلستي شي مره مع حميد ولا جلستي مع رشيد، راه ما شاء الله راه ما يمكنش يدويك، راه ما كنسمعي غير العسل من فوام هاد الناس. راه علاش يظلموا هاد البنيه؟ كانوا على الاقل اللي راعيهم هاد الاعلام هذا، كان على الاقل اللي راعي لهاد البطيمه كي قلت لك ديال الفن. حرام عليهم، وحكم ماشي هو هذاك. شوما تصوري وانت كأم، ياك انا غندير راسي بلاصه هذيك الام ولا بلاصه هذاك الاب، ان بنيه تحكمات بعامه الحبس، قريبه لها بقى لها واحد الاسبوع باش تخرج، نزيدوا نظلموك في ظلم اخر، حرام والله الا حرام. الرزال ديالها وهي ما عملنا ما لقينا فيها شي عيب. انا زار ديال ما لقينا فيها شي عيب. بنت درويشه حنا ما رضيناش، حنا ما رضيناش يشدوها في الحبس، ما رضيناش. يعني كيفاش تلقيتوا الخبر انتم وعايشين ما بين العائله ديالها؟ بخير الحمد لله، بخير. ما عمرنا خسروني، ما عمرنا زدت شي صداع في الدار، ما عمرنا خسروني، انا باقي معاهم بخير الحمد لله. حنا معاهم مزيانين. ويعني عندك شي ذكريات مع عائلتها؟ عيطت بخير، مزياني مع المعمور، ما جبناش شي صداع معاهم بخير. مين مات الحاده وباها ومات العربي وحميد وحسن، معاهم حنا بخير في الدرب. كاين اللي كيقول بانها كتستاهل هذه العقوبه؟ لا، ما الناس يكذبوا عليها بزاف، كاين حتى حاجه. حنا سمعنا هذا الخبر، كلشي الدرب مرض في هذا الخبر، هذا الشيء ما كاين حتى حاجه، كذوب بس هي الدعايه. طبعا بعاني باغيني تشد. كتشوف بان هذه مؤامره؟ لا، ما كاين حتى حاجه، كذوب. عندنا كلشي الناس يقولوا كذوب، ما كاين حتى حاجه. غادي تكذبوا علينا وما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه. هادشي كون كان شي حاجه غتكون حنا الاولى غنقولوا عيب، ما كاين حتى حاجه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.